رجل له قريب مدير مكتب السلطان عبد الحميد، وافتقر، فذهب إليه على نية أن يبحث له عن عمل كوظيفة، فاستقبله قريبه وأقام عنده مدة طويلة. يقول هذا القريب: كلما وضع كتاب التعيين لا يوقعه السلطان لثلاثين يوماً. يبدو أن القريب على علم بالله، فعلم أن قريبه متعلق به ونسي الله عز وجل، أعطى توجيه لأحد الخدم أن يتجهم به. ثلاثين يوم حاجة، الزيارة ثلاثة أيام. فهذا مسكين خرج من بيت قريبه هائماً على وجهه يبكي، قال له: اتبعه انظر أي مكان ذهب. فذهب إلى بعض الخانات، يعني الفنادق قديماً، قدم الطلب ووقعه السلطان فاستدعاه، قال له: ثلاثين يوم معتمد علي، فلما خرجت من البيت مكسوراً اعتمدت على الله فوقعت لك. أيام إنسان يعتمد على الله في توفيق، أيام يضع أمله بإنسان. هذا الإنسان الذي وضعت فيه كل أملك هو الذي سيخيب ظنك، هذا تأديب من الله، لأن هذا شرك خفي. أيها الإخوة، لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تغلق. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. أيها الإخوة الكرام، حديث جامع مانع، موجز قصير: لا يخافن العبد إلا ذنبه، ولا يرجون إلا ربه. في قوى شريرة بالأرض، في طغاة، في وحوش، في كائنات مؤذية، في عداوات، لا يخافن العبد إلا ذنبه. كلهم بأزمة محكمة بيد الله، أو كلهم عصي بيد الله. إياك أن تقع في ذنب لئلا يسمح الله لأحدهم أن يصل إليك. والآية الكريمة: فكيدوني جميعاً ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. كلما كثرت ساعات الإقبال وقلت ساعات الغفلة فأنت اقتربت من البطولة كثيراً. كلما كثرت ساعات الصحوة، ساعات التألق، ساعات الإقبال، ساعات البذل والتضحية، لماذا أنت في الدنيا تحب أن تحمل أعلى شهادة، وأن ترتقي إلى أعلى منصب، وأن تجمع أكبر ثروة، وأن تكون التاجر الأول، أو الأستاذ الأول، أو الطبيب الأول، أو المهندس الأول؟ لماذا في الدنيا وهي فانية، والموت ينهي كل شيء، ينهي قدرة القدير، ينهي وسامة الوسيم، دمامة الدميم، قوة القوي، ضعف الضعيف، صحة الصحيح، مرض المريض، غنى الغني، فقر الفقير، الموت ينهي كل شيء، لما في هذه الدنيا الفانية التي هي بضعة أيام تحب أن تكون في أعلى منصب، وأن تقتني أجمل بيت، وأن تتزوج بأجمل امرأة؟ لماذا؟ لماذا تحب التفوق في الدنيا ولا تحب أن تكون عالماً من أعلام الآخرة؟ فلذلك ما الذي يمنع أن أكون الأول؟ لما هذا الرضا بالدون وراء الباب؟ لما لا تكون في الفردوس الأعلى؟ والأمر بيدك. يعني الطموح في الدين ضعيف، أما الطموح في الدنيا كبير جداً. لذلك التبتل الانقطاع إلى الله بالكلية. أما قول الله عز وجل: له دعوة الحق. دعوة الحق له وحده، بمعنى
أن الإنسان ينبغي أن يعبده وحده وأن يخلص له وحده وأن يقبل عليه وحده وأن يعتمد عليه وحده وأن يتوكل عليه وحده وأن يرجوه وحده وأن يخافه وحده، له دعوة الحق، لأنه أهل التقوى وأهل المغفرة، أهل أن تفني عمرك من أجله، أهل أن تعطيه كل شيء. لذلك لا تنسى هذه الآيات: واصطنعتك لنفسي، أنت لي، خلقت ما في الكون من أجلك فلا تتعب، وخلقتك من أجلي فلا تلعب، فبحقي عليك لا تتشاغل بما ضمنته لك عما افترضته عليك. أيها الأخوة، له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. له وحده العبادة والدعاء. قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هذا من التبتل. لكن في واو يظنها بعض العلماء واو عطف، هي في الحقيقة واو استئناف، لأن هؤلاء زمرة، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. في زمرة: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هذا هو التبتل. في زمرة درجة ثانية، الدرجة مقبول، والذين إذا فعلوا فاحشة، فالواو ليست عاطفة، الواو استئنافية، انتهى الكلام الأول، بدأنا بكلام جديد. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أيها الأخوة، ورد في الأثر أنه من أحبنا أحببناه ومن طلب منا أعطيناه ومن اكتفى بنا عما لنا كنا له وما لنا. يعني الواقع أنه في أناس كثيرون يستقيمون كي ينعم الله عليهم بالصحة وبالزواج الناجح وبالدخل الكبير، استقامتهم مقبولة لكنها معلولة. استقام ليربح، استقام ليستريح، استقام ليعلو شأنه بين الناس، استقام لتنجح تجارته، هذه استقامة مقبولة وعلى العين والرأس لكنها معلولة. أما هناك أناس يعبدون الله عز وجل لأنه أهل للعبادة. يعني مرة وقع تحت يدي دراسة حول استبيان، سألوا 1000 زوج: لماذا لا تخون زوجتك؟ فجاءت الإجابات وصنفت تصنيفاً أخلاقياً. الدرجة الدنيا من هذه الإجابات: لا أستطيع، لأنها معه في المحل التجاري وفي البيت، الوقت كله مغطى بها، قال: لا أستطيع، بيتمنى لكن، بس لا يستطيع.
الدرجة الأعلى قال لا أتحمل الشعور بالذنب، أعلى. أما الدرجة الأعلى والأعلى لا أحب الخيانة. المواقف تتفاوت، في إنسان يستقيم همه أن يربح في تجارته، استقامته مقبولة ومعلولة، لكن هناك أشخاص إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، نزه طاعته عن المكاسب الدنيوية، هم الأحبة إن جاروا وإن عدلوا، فليس لي عنهم معدل وإن عدلوا، والله وإن فتتوا في حبهم كبدي باق على حبهم راض بما فعلوا. يعني الرضا بمكروه القضاء أرفع درجات اليقين. أيها الإخوة، كان عليه الصلاة والسلام يصلي الليل حتى تتورم قدماه. تقول له السيدة عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، ألم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبداً شكوراً؟ أيها الإخوة، أضرب مثل: إنسان له صديق غني، كلما زاره أطعمه، أخذه إلى مكان جميل، أنفق عليه، قدم له الهدايا باستمرار، فهذا الغني مرة جاءه صديقه فلم يقدم له شيئاً، وجاءه ثانية فلم يأخذه إلى مكان جميل، وجاءه ثالثة فلم يطعمه فتركه. إذاً هذا الود من هذا الصديق المنتفع معلول بعطاء هذا الغني، فلما توقف العطاء تركه. أما في إنسان يحب إنسان، ضيفك أو ما ضيفك، أعطاك أو ما أعطاك، هذا الحب منزه عن المصالح. يعني أحياناً مثل التوضيح، إنسان يستقيم لعلة، فربنا عز وجل ليرفع مقامه وليؤدبه على الرغم من استقامته لا يحقق له الله ما يصبو إليه، فإذا ثبت يكون قد نجح في الامتحان. التبتل هو الانقطاع لله عز وجل، أن يعبد وحده، يدعى وحده، يقصد وحده، يشكر وحده، يحمد وحده، يحب وحده، يرجى وحده، يخاف وحده، يتوكل عليه وحده، يستعان به وحده، يستجار به وحده، له دعوة الحق. الآن كلما وضحت حكمة الأمر يضعف في هذا الأمر الجانب التعبدي، وكلما غابت حكمة الأمر تعلو القيمة التعبدية. يعني مثلاً أب أعطى ابنه توجيهاً أن يا بني لا تنام حتى تنظف أسنانك، واضح. يا بني أدرس، واضح. كل أوامر الأب مؤداها لمصلحة ابنه، والأمر واضح جداً، فطاعة هذا الابن في هذه التوجيهات تضعف قيمتها لأنها في النهاية لصالحه. لكن تصور الابن جائع جداً والطعام نفيس وطعام أبيه، فقال له الأب: يا بني لا تأكل. الأمر صعب تفسيره، طعام أبيه وأنا ابنه وأنا جائع والطعام حلال وأنا لست مريضاً، لماذا لا أكل؟ فإذا قال هذا الابن بأدب جم سمعاً وطاعة، الآن بتكون المحبة في أعلى مستوى والتقدير بأعلى مستوى. فكل واحد منا أحياناً تأتي مصيبة صعب تفسيرها، مستقيم، مطيع لله، يؤدي العبادات، يدفع الصدقات،
تأتي مصيبة، هذه مصيبة ليمتحن الله عبوديته فقط. من هو الأول من الأنبياء؟ سيدنا إبراهيم، اذبح ابنك. صعب تنفهم، من ابنه؟ شقي؟ لا، نبي. ابنه نبي بلغ معه السعي، يعني كأن هذا الأمر يعطي هذا النبي الكريم أعلى درجات العبودية والتوكل. قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. قال: يا أبت افعل ما تؤمر. يعني أعلى امتحان فيما أتصور بتاريخ البشرية أن يقال لنبي كريم هو أبو الأنبياء: اذبح ابنك. دله للجبين، قال: يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، وفديناه بذبح عظيم، نجح بالامتحان. أحياناً توضع في ظرف صعب جداً، وتقف موقف بطولي جداً، ثم ربنا عز وجل يصرف عنك هذه المغامرة والمخاطرة، لكنك نجحت عند الله. فأحياناً الإنسان لو كان مستقيم، لو كان متألق، لو كان يؤدي العبادات، قد يأتي امتحان لامتحان عبوديته لله. نحن في هذين اللقاءين الحديث عن بطولات عالية جداً، الحديث عن مستوى رفيع من مستويات الإيمان، الحديث عن درجة عالية جداً من الانقطاع لله عز وجل. يعني السيدة عائشة حينما اتهمها بعضهم بأثمن ما تملكه امرأة بعفتها، وتأخر الوحي 40 يوماً، والنبي عليه الصلاة والسلام ليس معه دليل إثبات ولا دليل نفي، ثم نزلت تبرئتها من الله عز وجل، وكان أبوها عندها، فقال أبوها سيدنا الصديق: قومي إلى رسول الله فاشكريه. قالت: والله لا أقوم إلا لله، على مسمع من النبي الكريم. فتبسم عليه الصلاة والسلام وقال: عرفت الحق لأهله. التوحيد أعلى درجة، قومي لرسول الله. قالت: والله لا أقوم إلا لله. في قصة تكاد لا تصدق أن النبي خطب امرأة لتكون زوجته، هل هناك من أنثى في تاريخ البشرية لا تطمح أن تكون زوجة سيد الأنبياء والمرسلين؟ اعتذرت، سألها لما؟ قالت: يا رسول الله، لي 5 أولاد، أخاف إن قمت بحقك أن أقصر بحقهم، وأخاف إن قمت بحقهم أن أقصر بحقك. هذا التوحيد من أعلى مستوى، يعني اعتذرت عن أن تكون زوجة رسول الله خوفاً من أن تحاسب عن أبنائها. ما هذه التربية؟ سيدنا الصديق، أنا لا أتصور أن هناك اثنان على وجه التاريخ لا يحب أحدهما الآخر حباً يفوق حد الخيال. فلما انتقل النبي إلى الرفيق الأعلى يقول سيدنا الصديق: من كان يعبد محمداً بلا لقب، من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ما هذا التوحيد؟ ما هذا التنزيه؟ سيدنا عمر عزل سيدنا خالد، قال له: لما عزلتني؟ قال له: والله إني أحبك. قال له: لما عزلتني؟ قال له: والله إني أحبك. قالها ثالثة: لما عزلتني؟ قال: والله إني أحبك، وما عزلتك يا ابن الوليد إلا مخافة أن يفتتن الناس بك لكثرة ما أبليت في سبيل الله. كانوا الصحابة الكرام في أعلى درجة من التوحيد، خاف على إيمان الناس أن يتوهموا أن الناصر هو خالد، الناصر هو الله، فعزله وبقي النصر مستمراً.
أيها الأخوة، أنت حينما تعبده وتوحده وتنقطع إليه وتؤثره على كل شيء تحتل عند الله مرتبة، هذه المرتبة تنفعك إلى أبد الآبدين. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. والله عز وجل من أجل أن يرقى بك أحياناً تتعلق بشيء مما سوى الله، فلحكمة بالغة بالغة، ومن أجل أن يؤدبك تأديباً لطيفاً، هذه الجهة التي اعتمدت عليها يلهمها الله أن تقف موقفاً غير معقول منك، بيكون صديق حميم، صديق العمر، تسلم منصب رفيع، فهذا الصديق يطمئن، صديقي يتمنى لي خدمة فينسى الله ويذهب إليه واضعاً كل الأمل فيه، فيقف موقفاً متجهماً يصعق له. هذا التجهم من إلهام الله عز وجل، لأن الله يغار على عبده المؤمن أن يتجه إلى غيره. وطن نفسك إذا تعلقت بشيء. والله أخ كريم يعني له دخل كبير، أحب ابنه حباً يفوق حد الخيال، يقترب من الجنون، أرسله إلى بلاد بعيدة وأنفق عليه واشترى له بيت في الشام بعشرات الملايين، فإذا بهذا الابن ينسى أباه ويتزوج ويقيم إقامة دائمة ويضن على أبيه باتصال هاتفي. حينما تتعلق بغير الله الله بيأدبك. لذلك لو كنت متخذاً من العباد خليلاً لاتخذت أخي أبا بكر، ولكن أخ وصاحب في الله.